السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا بغيت نتقاسم معكم واحد الوصفه مغربيه بامتياز وكتصلح في الوقيته ديال البرد صراحه. المهم كنديروا مع مرافقات. انا اليوم بغيت نقدمها لكم على الطريقه المغربيه اللي هو العدس. البنات العدس ما كاينش اللي ما كيعرفش المنافع ديالو وما كاينش اللي ما كياكلوش، دونك هنا المهم فئه قليله اللي تقدر تكون ما كتاكلوش ولكن الاكثريه كيعجبو العدس. هنا البنات كيف كتشوفوا انا العدس اللي منقعاه في الماء، خليته ليله كامله. البنات عندي هنا نص كيلو ديال العدس، خليته ليله كامله منقع في الماء. فهاد الطريقه كتسهل علينا الطياب ديالو وكيجي صراحه زوين. دونك هنا البنات من بعد ما نقعته ليله كامله ضروري حتى كننقيوه عاد كنغسلوه ونقعوه، غادي نصفيها البنات. على هذا الشكل وغادي نتركو وغنمشي باش نوجد العناصر اللي غادي نضيف معاه. هنايا عندي حبه ديال البصل اللي هكا قطعتها مكعبات، تقدروا البنات تحكوها باش تعطيكم ديك المريقه ديال العدس خاطره شويه، ولا تقدروا ديروها شناي في الطوال. عندي هنا حبه ديال الطماطم اللي محكوكه. بالنسبه للعطريه عندي الكمون معلقه صغيره، سكينجبير، التحميره، الخرقوم هذا البلدي، وعندي كذلك الابزار والملحه. انا كنفضل البنات نخدموا بهذا الخرقوم على اساس اننا نخدموا بهذاك الخرقوم الاصطناعي، دونك من الاحسن هذا طبيعي. عندي كذلك واحد جوج فصوص ديال الثومه محكوكين، معلقه كبيره ديال قزبر ومعدنوس، وعندي هنايا مركز الطماطم اللي كنت دايره ديجا في المجمد لا هو لا ربع. نبداو على بركه الله كاول مرحله. غادي ناخذ الطنجره ديالي. هنايا خديت الطنجره ديالي اللي غادي ندير فيها، غادي نفرغ فيها البنات هنا الزيت اللي ما كنتش ذكرتو معكم، تقريبا واحد ربع كاس ديال العنبه ولا نص كاس صغير من العنبه، هذا نص كاس ولكن ماشي العنبه، صغير على العنبه. غادي نضيف كذلك هنا المكونات اللي عندي، غادي نضيف البصل، عندي كذلك طماطم، وعندي هنايا العطريه اللي ذكرت معاكم، دونك قلنا كمون، سكينجبير، التحميره، الخرقوم، الابزار والملحه. هنا الا بغيتوا ديروا الهريسه ولا السودانيه ممكن لكم اللي كيبغي الحار. عندي كذلك هنا ديك الربع الثومه ومطيشة الحك. دونك على هذا الشكل غنحطهم فوق النار يتقلاو مزيان، ومن بعد غادي نضيف لهم العدس باش يتقلى معاهم، وعاد ديك الساعه غنروه بالماء. دونك المرحله الاولى هي غنقلي هذا الشيء شويه. هنايا المكونات ديالنا من بعد ما درناهم فوق النار، غادي كيف قلت لكم نقليوهم شويه. هنايا من بعد ما قليت هاد البصله والمطيشه واحد شويه، غادي نضيف لهم العدس اللي ديجا سقطرنا وغادي نقليته هو بدوره معاهم واحد شويه.
باش يشرب لينا ديك العطريه. وهنا من بعد ما قليتو شويه غادي نضيف له الماء. غادي نخليها البنات، غادي نغطي عليه، ما غاديش نسدي عليه الكوكوط، دونك غادي غير نغطي عليه ونخليه حتى يطيب على خاطرو، ما كياخذش الوقت بزاف ديال الطياب حيت ديجا كنا بيتناه ليله كامله في الماء، ومن بعد نعاودو نتلاقاو من بعد ما يطيب لا فامي. وهنا العدس ديالنا من بعد ما طاب وجد درتو على هذا الشكل، حطيت فوق منه واحد الفليفلات من الفوق، رشيت فوق منه شويه ديال الربيع. هنا البنات بالنسبه للعدس يمكن لكم ديروا فيه الخضره ولا ديروا فيه غير خيزو ولا الجزر، يمكن لكم ديروه بالخليع ديروه بالقديد، كل واحد وعلى حسب شنو توفر عنده. انا درته هكا وكيف شفتوا الطريقه اللي درنا انه كان نبيتوه ليله في الماء، كيخليه يبقى هكا مفرك ماشي كيجي معجن، ولا هذه كتبقى مفروزه وحده على وحده، وكيطيب دغيا تقريبا ما كاملاش ربع ساعه وكان العدس ديالنا طايب. وهنا هاد الفليفلات البنات اللي قلت لكم زوقت بهم ديجا مخلاهم في الدار، وماشي حارين حلوين بالحق. وهكا تكون هذه هي الوصفه ديال اليوم والطبق ديالنا. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي، قناه يوميه سوكي، والضغط على جيم، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا لكم على الدعم ديالكم المتواصل، شكرا على التشجيع ديالكم، الله يخطيكم عليا، والى وصفه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.